صباح الخير يا جمهورية، أو مساء الخير على حسب ما بتشوفونا دلوقتي. لو بتشوفونا الصبح صباح الخير، إحنا دلوقتي مساء الخير بتوقيت دولة مش هنقولها، بتوقيت دولة بره مصر. ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، إن أنتوا أول حاجة وده تحدي معاكم إن أنتوا تتوقعوا إحنا فين. النهاردة الفيديو بتاعنا محتاج تركيز، فأنتوا عشان تفهموا المقلب اللي اتعمل النهاردة والسيناريو اللي اتعمل النهاردة لازم تركزوا في كل التفاصيل بالظبط. يعني انا عايزكم تركزوا، بس قبل اي حاجه دلوقتي تنزل تضغط لايك، توصلوا الفيديو ده ل 200 الف لايك، وتشتركوا في القناه علشان الفتره اللي جايه هيكون فيها مفاجات جامده جدا جدا جدا. خلينا نشرح بقى، لان انا يعني فكرتي وانا اللي مظبط لكل حاجه وانا اللي مسستم الدنيا. اول حاجه اتفقنا لما حسن ان هو يلاغي زياد، ان هو يسرب اشاعه في البيت باننا مهاجرين ومش راجعين مصر تاني خالص. ركز معايا وسيبك من النضاره. اه دورك مهم. وعلشان المفاجاه بتاعتك تكمل للنهايه وتوصل للي احنا عايزينه، يبقى لازم تنفذ اللي اقول لك عليه ده بالظبط. واوعى تستهتر بدورك، عشان انت دورك مهم قوي. مركز معايا بدماغك اللي شبه الدومه دي ولا لا؟ مركز. الصلاة على النبي. معلش. السلام. دلوقتي محمد ويحيى وآلاء مسافرين بجد. حلو. انا عايزك تحط اشاعه، بس ما تبقاش اشاعه. ازاي؟ انا عايزك توصل لجدك وستك ان محمد ويحيى وآلاء بيعملوا مقلب فيهم ان هم مسافرين ومهاجرين برا مصر. ومش راجعين تاني. يعني هم مسافرين ولا لا؟ النضاره مش ناس غباء. انا بقول لك انت المقدار بتاعك محور الحوار كله. انا فهمته ان انا هعمل فتنه في البيت، بس تخليهم فاهمين ان هم مسافرين بس بمقلب، مش مسافرين بجد. قال يعني انا بقى بعتهم لجدي وستي. ماشي، بس انت بتبيع جدك وستك اصلا يا اسطى. انا كده هتنفي. انا كده هتنفي. امتى هم هيفهموا ان انت بعتهم؟ ما انا اقول لجدي انا اتفاجئت زي زيك، ما اعرفش حاجه. انا جدي يودي تقيله يا عم. هو انت خايف؟ يا ابني جدي يودي تقيله. وانت بقى لما تعرف المفاجاه اللي بتتحضر لك، انا عايز اقول لك السفريه دي كلها معموله مخصوص ليك يا جدع. ان جيت الحقيقه كلها معموله ليك. فانت بقى ودماغك حابب تحافظ على المفاجاه بتاعتك وعلى هديتك والمفاجاه، خلاص يا عم ماشي، يبقى تنفذ دورك صح. الصح يا ربنا يستر. كل اللي توصل له ان انت تخليهم يقولوا لهم ايه، هم مسافرين في داهيه مع السلامه، الباب اللي فوت جمل. ايوه اتفقنا. ماشي. حسن وزياد رجاله، حسن وزياد رجاله، وزياد كان راجل بجد وقد المسؤوليه، وقدر فعلا ان هو يعمل الاشاعه يعني احسن ما احنا كنا عايزين كمان. يعني فعلا ثبتهم واكد لهم مليون في الميه ان احنا بنعمل مقلب، ان احنا مش مسافرين ولا اي حاجه، احنا كل الموضوع احنا بنعمل مقلب وهنشتغلهم وكل الكلام ده. وطبعا ده انتوا هتشوفوه دلوقتي على فكره يا جدي بقى. ماشي، بشاهد الناس اهو عشان تبقى عارف. بس انت تعرف عني ان انا ممكن ابيعك ابدا؟ لا. انت ولا ستي ولا اي حد هنا؟ لا ده. ابدا. انا عايز اقول لك بقى يا جدي ان خالي محمد ويحيى هيعملوا فيك مقلب، عشان انا سمعتهم ماشي ان هم هيسافروا وهيهاجروا ومش عارف ايه بقى والكلام ده كله. هيعملوا ان هم هيسافروا ويهاجروا. وهيلموا الشنط وهيبقوا خلاص اكنهم مسافرين فعلا بجد. فجيت قلت لك بقى يا جدي. ده انت بقى هيعملوا ده؟ الكلام ده هيعملوه النهارده، هيجوا يعملوه. انا سمعتهم اصلا، انا سمعتهم بودني، دي ودني دي اللي هياكلها الدود. انا سمعتهم. ماشي. محمد، محمد وحسن وآلاء، الثلاثه مشتركين مع بعض. وآلاء رخره. ماشي، بس الاثنين الاساسيين محمد ويحيى، فعشان تبقى ايه عارف رد فعله. محمد ويحيى ولا محمد وحسن؟ لا حسن، لا محمد ويحيى وآلاء. ماشي، عشان تبقى مستعده لما يجي يعملوا فيك المقلب. قول لهم بقى الباب يفوت جمل، البيت هيرحرح، اي حاجه بقى. انت متاكد من الكلام ده؟ ايوه، انا سمعتهم بودني اللي هياكلها الدود. بس قشطه. ما هو انت لازم لما يكون في مقلب هيتعمل تعرفني بيه. ما انا قلت ما ينفعش ابيع جدي وستي ابدا. اروح اقول لهم على طول. احنا اللي مربيينك يا زياد، تعرف ان في مقلب ضدنا تبلغني. ده كده كده يا جدي من غير اي حاجه. بس كده. بس كده. ماشي. تمام؟ ماشي. قشط. يجوا بقى يوروني هيعملوا ايه. كله تحت السيطرة. أكيد طبعا بعد ما خلصنا الخطة بتاعتنا وماشية مظبوط وتمام، ناقص بقى إن إحنا نجهز الشنط بتاعتنا. طبعا الدكتور يحيى جاي شنطته، والدكتورة آلاء، كله في كله أندر كنترول. هو كله كان تمام، لأن إحنا خلصنا. اعرفوا إحنا فين؟ اعرفوا إحنا سافرنا ليه؟ واعرفوا إحنا ليه ما قلناش إن إحنا مسافرين دايركت كده وعملنا حوار عشان نسافر إيه؟
في الخبين. الحمد لله على السلامة. السلام. اخيرا خلصتي. اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. خلاص يا جماعة احنا جهزنا الشنط بتاعتنا والحمد لله. لا لسه في شنط تاني جوه. استنى بقى دقيقة. انا هسيبها فين عشان تنزل بيها؟ انا هنزلها. بابا وماما هيصدقوا اللي احنا مسافرين؟ هيصدقوا. هيفتكروا احنا مسافرين. يلا هاتي 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 وانا هقفل انا البيبان. يلا توكلنا على الله. ادعوا لنا بقى يا جماعة نوصل بالسلامة. وان شاء الله ان شاء الله كده هنعمل لكم فيديوهات كتير جميله وهنطمنكم علينا. وتوقع احنا رايحين فين اهم ما في الموضوع ده كله. اهم حاجه تتوقع احنا رايحين فين عشان احنا بنحضر لكم مفاجاه جامده جدا جدا جدا. وتستنوا المفاجاه اللي عاملها لي زياد عشان عامل لي زياد مفاجاه جامده جدا 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 زي ما وعدناه. مش هنضحك عليه ده يفرح بيها جدا عشان اصلا مستني المفاجاه دي من زمان من زمان قوي. والشاطر اللي يعرف يتوقع دلوقتي المفاجاه بتاعت زياد ايه هي. انا توقعوا وهيكتبوا في الكومنتات المفاجاه صح. هنشوف هيعرفوا يتوقعوا ولا لا. ان شاء الله مش هيتحقق يعني كده. طب يلا عشان ما نتاخرش نلحق نشوف هنعمل ايه. ايوه برافو عليكي. يلا بينا. انا عشان معاك عشان ما تشيلش الوقت. الله يبارك لك. بص بص كده ما تتوجعش هتشيلها. ماشي يا عسل. وجعتني برضه. وجعتني برضه. هل بابا وماما هيصدقوا؟ هلا هيصدقوا مفاجأة للكل. اهم حاجه بقى دلوقتي يا جماعه انا عايز اقول لكل اللي بيسمعني حاجه مهمه دلوقتي. لما تكون مراتك معاك بره وعايزه تجيب الزمزميه واللانش بوكس ما تقولهاش لا عشان بصراحه أيوة بتنفع. بجد بجد انت زياد شاطر بطريقه رهيبه لدرجه اللي ماما اساسا يا جماعه بتقلع علينا جدا جدا. يعني ماما لو احنا هي في البيت مثلا وحد في مشوار تفضل سهرانه لحد ما يجي. لا ده ماما ما ولا اهتمت ولا اي حاجه. مش عايزين نحرق. مش عايزين نحرق يا نام بعد اذنك. ماشي سيب الناس تتفرج ويلا استمتعوا بقى. حط اللايك كده واقعد تتمزج وهتشوف حاجه حلوه. امي يا جماعه مش قادره تقتنع ان انا مسافر وماشي بتشقيني. يعني انا بقول لها يا امه ده شكل واحد مسافر وماشي. بص يا جماعه بص يا جماعه لا والا انا مش مصدقه. فرشه السجاد كله بتقول لي طب تعالى بقى ايه بما ان انت هتوحشني فاغسل لي السجاد. بس مش مصدقه. انا لا مسافر. لا مش مسافر. لا مسافر. لا مش مسافر. مسافر. لا مش مسافر. طب بقول لك على فكره حلوه ما تيجي خلص يلا غسيل السجاد دوت. ما شاء الله عليك يا بطل. ما حدش بينضف لي السجاد ده الا انت. اي خدمه يا اما انت تؤمريني يا اما حتى لو مسافر ولا بعمل ايه برضه هغسل لك السجاد واعمل لك اللي انت عايزاه. يا رب. انا لنا بركه الا انت. ربنا يبارك لك في صحتك. مصدقه احنا مش مسافرين. احنا بتساعدني حتى بشيل السجاده. يعني مثلا مسافر. لا طب ما بتعادش لسه كل مره. مش مسافر. هل انا عايز اقول لك حاجه؟ ايه ده فتح عليك اصلا ان انت بتعمل مقلب ده والله. طب خلاص ما تقوليش لحد. ها ما تقوليش لحد. ايوه ما تقوليش لحد. ولحد هنا المقلب بتاعنا ماشي تمام والخطه بتاعتنا ماشيه مظبوط لدرجه ان امي ما اهتمتش بمشايانا وسفرنا قد ما اهتمت بغسيل السجاد. انا عايز اقول لكم ان هي كانت يعني عارفه انت اللي بتاخدنا على قد عقلي. مسافر اغسل السجاد بقى قبل ما تمشي يا حبيبي عشان انت هتوحشني مش هلاقي حد يغسل لي السجاد. وده معناه ايه؟ ده معناه ان احنا ايه؟ نجحنا نجحنا في تنفيذ الخطه بنسبه 100%. مش 93؟ لا 100%. ده رماس قالت لي اتكل على الله. ومدام رماس نفسها قالت لي اتكل على الله. وانا يا جماعه المقلب ده معمول بدماغ. الحمد لله الحمد لله المقلب نجح الحمد لله. ولا اهتموا بيا ولا اني ماشي وكاني ابن الداتا تفيده. وللاسف ابويا قال لي انا داخل انام غرفه داهيه. يا الله خلاص مسافرين يا جماعه. انا كده جهزت شنطتي اصلا. الحمد لله. هسلم عليك بقى يا بابا عشان خاطر ما تصحتش بدري. مع السلامه. يلا خلي بالكم من نفسكم. ده وانا مسافر معايا اهو. ماشي مع السلامه. اهم حاجه بص يا بابا صل على النبي عليه الصلاه والسلام. مطمنين عليكم عشان احنا هنطول مش راجعين تاني ان شاء الله. ماشي الحمد لله. ماشي افتح لك الدرفه الثانيه. ده يا درفه كفايه. كفايه الدرفه دي. الحمد لله. ماشي. احنا مهاجرين. بالسلامه. مش راجعين. انتوا الاثنين. احنا ثلاثه. مراته جايه معانا. والكليه. لا ما خلاص بقى بلا كليه ولا بتاع. خد ما بياكلش عيش. طيب راح فين؟ راح فين؟ طب اقعد معانا شويه احنا مش مسافرين. لا مع السلامه بقى. ده احنا ساعتين ثلاثه مسافرين. ماشي تيجوا بالسلامه ان شاء الله. بقول لك مش راجعين تاني. ماشي بالسلامه. يعني مش هتقعد معانا ساعتين يعني؟ لا هتضايق ليه؟ اخر ساعتين لينا في مصر ما تقعدوش معانا؟ لا. مش هنوحشك؟ لا.
باي. على فكره ما ينفعش كده يابا والله. انا يلا يا عم انا مسافر بالجلابيه كده. الخطه ماشيه مظبوط و100 100 كده. احنا كده لما مش في الاتفاق ان احنا نتاثر ونهرب. ما هو هيتاثر بعد ما لينا هربنا بجد. هو في دماغه دلوقتي ايه؟ ما حسيتش. بص عايز يبقى في اكشن. ده تاثير الاشاعات يا جماعه. احنا رمينا اشاعه في البيت عندنا، سربنا اشاعه ان احنا بنعمل مقلب حقيقي. فطبعا الاشاعه دي شوف تاثيرها عامل ايه. عامل لاب وبلاء عندهم. طب يا اسطى ان كده هتنفخ. لا لا محدش يعرف حاجه. فده تاثير الاشاعات. هو خلاص دخل نيم خلاص. انا مسافر والله والله مسافر. بس ايش طاقه كده مقلبنا نجح وكده. نقدر نقول ان احنا متجهين على المطار دلوقتي. هتشوفونا واحنا رايحين المطار وباقي الاحداث بقى خلاص انتوا هتشوفوها ولحد ما وصلنا هنا. قلت لك ما سمعتش الكلام. قلت لك ان الشنط كتير جدا واحنا واخدين حاجات كتير جدا. ما شاء الله حاجات كتير جدا عشان احنا مطولين. فهي ما شاء الله بقى ايه لمت العفش كله. مش انا قلت لك ما تطلعش العربيه بره؟ انا قلت لك ما تطلعش العربيه بره صح؟ اتوقعوا يا جماعه المفاجآت الجايه ايه عشان عاملين مفاجآت جامده قوي قوي قوي. الشنطه تقيله يا جدعان. معلش توكلنا عليك يا رب. بص يا جماعه الشنطه القمر ديت احنا جايبينها من المالديف لما كنا في المالديف. دي جايبينها من المالديف قوي قوي كيوت. الشنطه دي جايه مع الطقم. احنا جايبين طقم كامل مع بعض. لا ربنا يبارك لها. هي اللي بتجيب الحاجات بتاع السفر دي. ده لسه في حاجات تاني جوه. انا من رايي انت دي تحطها قدام ولا ايه الكلام؟ وانا والله كنت بفكر في كده برضو. خلاص خلاص حطها تتكسر. حطها قدام احسن. ودي برضو ممكن تتكسر ولا حاجه. نجيبها كده شويه ونقفل كده. وهنا كده في اللحظه ديت وصلنا لتنفيذ المهمه بالتالي. يعني مفيش غير يوسف اللي هو كده معانا. يعني ايه عارف الخطه وعارف كل حاجه بالتفصيله. هم دخلوا ناموا وقالوا لنا ايه يلا بالسلام روحوا اتكلوا على الله. هم حتى دلوقتي يا جماعه مش مقتنعين ومش مصدقين بالاشاعه اللي احنا كده طلعناها. تمام احنا كده صح. يعني لما دام هم مش مقتنعين يبقى احنا الخطه بتاعتنا ماشيه كده تمام. وما دام هم مصدقين ان احنا مصدقين فانتوا فاهمين حاجه. انا مش فاهم حاجه. انتوا فاهمين حاجه ان شاء الله. انتوا فاهمين اللي فاهم يقول احنا فهمنا. بصوا يا جماعه السجاد كله منشور فين. خلصت السجاد والدكتور يحيى اللي ما عملش معايا اي حاجه في السجاد وسوحني لوحدي. لا الاوتفيت جامد شغل فاخر من الاخر. الله ينور يا يوسف. طب ما تسيبها شيل مدام تقيله. بص يا جماعه السجاد اللي انا غاسله قد ايه لدرجه ما كنتش لاقي مكان انشره فيه والله. ياما مسافر ياما مسافر. تقول لي وبص بقى امك بتعمل ايه بقى. عارف انا اقول لك بتعمل ايه. عارف انت انت ماشي بتاخدنا على قد عقل. ده اللي احنا موصلينه لها. بتاخدنا على قد عقل. احنا في مصلحه. هم بقى يصحوا يتفاجئوا بقى ان احنا ما بنعملش بقى. كله اندر كنترول وكله في الفيلم. هنعرف نقعد هنا. وهنا بقى كان طبعا اهم دور بتاع الاستاذ حسن. انا عايز اقول لكم الحمد لله تمت المهم نجاح كده. الحمد لله هو ليه فضل بنسبه 50% في نجاح المهمه بتاعت ان احنا بنعملها دي يا جماعه. الحمد لله. حد فاهم بقى احنا بنعمل ايه. احنا دلوقتي هم كل البيت فاهم ان احنا مش ايه مش مسافرين وبنعمل مقلب. لكن في الحقيقه احنا مسافرين. فنقول لحسن شكرا. شكرا اللي هو اللي شكرا هو اللي يعني مش عارف مين ليش يعني. هي خطه مشتركه. متاخرين على الطياره يلا عشان نتحرك. يلا بينا. احنا كنا محتاجين دبابه يا جماعه تودينا. محتاجين عربيه الجيب مش بيتحط. طب هات هنا يحيى. هات هنا. هو انتوا سايبين مكان؟ بص يا باشا صل على النبي. اسمع مني ركز مني. نزل هنا ده نزل ده وحط الكبيره والصغيرين دول هيجوا فوق الكبيره. ده هيكون رد فعل ابويا وامي بعد ما يكتشفوا ان احنا كنا بنشتغلهم وسافرنا بجد. ما بقاش عندي ثقه في حد من اللي انا شفته في حياتي. زمان انا خدت درس وغلطتي ما ذاكرتوش. انا خدت الضربه بجد من اقرب ناس في حياتي. مش اهل دول والله لا اقسم بالله وحوش. بلال يا دكتور حبيبي منور. ايه اللي جاب الواد ده معانا؟ الواد ده بيعمل ايه هنا؟ يا يوسف انت منور يا يوسف. احلى شو في الدنيا كلها. مرتاح حبيبي؟ التناكة دي بيرد عليا بتناكة. هتوحشني يا يوسف. هتوحشني يا يوسف. هتوحشني يا جو. يلا بالسلامات مفيش اخوات وفرقوني.
حاسل يا بنتي يا ليه بلاش انت يا بلاش انت العب صحي الجدعان مقفوله روحي مدوله نفسي اموت ما تهيأش يا يحيى اكتر من كده انزل ارقص في الشارع ما تهيأش يا ليه حلوة دي مش محتاج اي جواري مش عايز ملايين ومصاري خش بقى كما قال الشاعر عسل عسل الجمال وغذاء ملكاته نظرة عينيه جابت بوكاته محدش مرتاح الكلام حزين بس الموسيقى بترقص سكة وسكة مختلفة نعم انا عايز انام وانا عايز انام يا عم عادي هننام في الطيارة انت هننام في الطيارة انا هننام في الطريق بقول لك هننام في الطيارة تعرف ان انا مش خايف غير من حاجه واحده ايه هي مراد في علوم دلوقتي لما راوا ويلاقوني فعلا راجع لوحدي انا مش عارف انا هرد اقول لهم ايه قالوا سنت هيضحكوا عليا يا عم مش مشكله انا هقول ايه بيعملوا مقلب يابا معلش ضيع يا جاي معاك صح السلام عليكم يلا خلي بالك من نفسك يلا يلا يا عم يلا يا عم يلا على نفسك يابا خلي بالك على نفسك يا بابا لا ليه يلا اشوف الشوكه على خير يلا يا حبشنه خلي بالك على نفسك لا خش على الطياره هتكلم الراجل ادي تقول لك اول ما توصل المطار هتديله الورقه اللي ادي تهلك هيعملوا معاك الصح على طول لو اتمسكت في اي حاجه انت ما تعرفنيش طبعا مش كنت بتعايب عليها دي يا يحيى كنت بتعايب عليها دلوقتي واقف تشفط صح صح. تنفع ولا ما بتنفعش قول الصراحه قلت بتنفع يا عم والسندوتشات بتنفع ولا لا لا تنفعش انا مش جعان يعني عشان عشان بيت الميه بقت تنفع الميه تنفع عشان الميه سر الحياه طب هنشوف كمان شويه الاكل هينفع ولا لا ماشي كمان شويه انا قلت قبلك كده على فكره يعني انا قبلك قلت كده الكلام ده مش ليجي الكلام ده لحد تاني معايا تذكره وانت لا الكلام ده مش ليا الكلام ده لحد تاني الكلام ده لحد تاني برضه لا قاعد اتبات في الحمام والطياره بتطلع خلي بالك ان كلامك جارح يا يحيى يا عم انا اسف وصلنا لاهم مرحله ما حدش يعمل زي الاء هو حد يقلد الاء بس الصراحه انت عامله مصلحه انا باكل منه لا ثواني بس يا جماعه انا عامله مريم عامله شرب وايه حاجات ساقعه جايبه لنا مشروب ساخن عامله لنا روقان روقانا مدلعانا ويحيى قفش الشباك ولزق يعني انت تاخد الشباك يعني كده ومحدش قادر عليك يقول لي تذكرتي مكتوب فيها سي تذكرتي مكتوب فيها بي معلش احنا بنحب النزوح اهم حاجه النزوح يعني انا اللي قاعده جنب الشباك المفروض انا بلطجي انت بلطجي اللي يقدر يقومني لا يزعركني يعاركني ماشي يا بس عشان انا بلعب دلوقتي بقى وفاضي خلي بالك انا المره دي مش خايف خلاص انا اترعب بس ايه ده ده احنا فخر الطياره يعني ممكن تطلع كده اهو تروح من بقى يعني هي تطلع كده وانا هبقى كده انت اللي بتدور كده ده مكان مميز على فكره انت عارف كل ما بترجعي ورا كل لما الطياره بيحصل لها حاجه انت بنت في امان بجد؟ ده احلى امان ده هبد لما يبقى الواحد مزاجه رايق لا على فكره بجد بجد كل ما بترجعي ورا يحيى ما بيقولش كلام غلط يا ساتر يا رب يا عم اقعد سكت انت تعرف اصلا هنموت بالراحه نص نص هنطلع امتى؟ عايز ايه عايز اوصل عايز انا يا بصوا كيس اللب يا جماعه تحس ان انا قاعده في اتوبيس ما بيعملوش كده في الاتوبيس على بالك في الباص يلا حصل هذا يقول لك؟ اه يحيى نعم عايز اقعد جنب الشباك طب قوم شوفي كرسي جنب الشباك بقى ده ايه؟ انت ما بتضايقش؟ ولا بس بس ده بقى ايوه
ده ايه؟ محمد ما تقعد ساكت بقى، دي مش رحله سعيده ما تنكدش عليا. انا اقعد العب بلياردو زي ما انا وماليش دعوه بحد. تصدق فكرتني؟ لا شوف ده انا عندي لعب قد كده. انا اكتشفت خلاص اتفرجت على المقلب. قولوا لنا ايه رايكم دلوقتي، لو وصل ل 200,000 لايك هنعرف ان انتم مبسوطين وعجبكم الفكره وعجبكم الخطه. ناقص دلوقتي منكم دلوقتي تنزلوا على التعليقات تتوقعوا احنا فين، تشتركوا في القناه يا جمهوريه عشان انا عايز اقول لكم ان الفتره الجايه فيها مفاجات جامده جدا جدا، وزي ما وعدت زياد وقلت له ان ليه مفاجاه جامده جدا حقيقي، ليه مفاجاه جامده جدا جدا هتخليه يرقص من الفرحه، اكتر حاجه ممكن تفرح زياد في الدنيا دي كلها اصلا على يد. فانا عايزكم دلوقتي تعرفوا كده ايه خطيطه. بس حاجه يا لا ضحك يا لا ضحك يا لا والله حلوه والله حلوه. هو في المطار نازل يعمل لي ازاي؟ والله هنزلك واسوان والله ما تعرف كده. بس والله الحركه حلوه كده يا جماعه. بس كده يا جماعه بقى الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا اتبسطتوا معانا وقولوا لنا ايه رايكم في التكتيك. ايه رايكم في اللي قبل كده؟ ونشوفكم على خير ومع السلامه. مع السلامه.